والله احنا في الحالة هذه نراهن على الكوادر. عندنا كوادر مدربة مؤهلة، استثمرنا فيهم سنين طويلة، وهذول هم فرس الريهان بالنسبة لنا هنا في المصنع، سواء من ناحية التشغيل أو من ناحية التسويق أو من ناحية التخطيط أو من ناحية الإدارة. لأن البعض دائما يقول لما أجي أسأله أنت الآن مصنع تعتمد على إيش رقم واحد؟ والله أنا أعتمد على الأجهزة، أعتمد على كفاءة الجهاز الموجود عندي أو تخصصي في امتلاك هذا الجهاز. اليوم إحنا في سنتك قاعدين نتكلم عن كوادر وقاعدين نتكلم عن أجهزة، ما في شك. فالحالة عندكم أصبحت تكاملية. ما في شك. إذا نقول لكم بإذن الله مزيد من الاستمرار وبقاء في ضمن التوب بإذن الله تعالى في التوليد.